ولدي البارح حنايا ما علينا ما بين سمعنا واحد الفاجعه الله يستر في هذه الدار هذه. خرجنا الوليدات كلشي كيجري كيف ما كتشوف دابا كلشي الناس كيجري وطليت انا شنو كاين شنو كاين. قال لك الناس مساكن ميتين هنا مراه وراجل ديالها. ملي جينا نشوفوا لقينا هنايا البوليس الامن هنا واقفين. جات داك الشرطه العلميه جاو داك الطوموبيل ديال داك ديال التشريح ديال الامن كله تبارك البوليس لقيناهم هنا. وهذا عرفنا بان راه كاينه شي حاجه. هادشي اللي كاين وهاد الغاز والله العظيم بالخلع. انا اليوم والله الا خسرت البوطه ديال الغاز حق الله. ولدي من الصباح كيقول لي ما قلت له وليدي راه لا اله الا الله. ذاك النهار ما تنقدم مسكين وليدات وراه بكينا ملي شفناهم هكذا كيدفنوهم حق الله. حنا كلنا ما نبغيو حتى شي موتى. هاد الناس مساكن قال لك باقيين صغار المراه والراجل ديالها والوليدات واش عندهم الله واعلم. انا بعدا كنسحابي واحد السيده مسكينه كنت كنمشي انا وياها للخدمه هنا الصباح شحال كنا كنخرجوا الصباح صحابي هي والله العظيم كنت بقيت كنبكي وكلي كنترجو. ساعه الحمد لله ماشي هي وتا هاد الناس بقاو فينا واخا ما كنعرفهمش. ولدي راه بقاو فينا كنا مسلمين ولدي كنا كنبغيو بعضياتنا كلنا. مساكن عزو علينا والله الا الصراحه الله عزو علينا بزاف وعاد باقيين صغارين. انا هي واقيلا عندها 20 عام وهو عنده شي 26 عام هيدا. عزو علينا اي أيوة والله. ديك الساعه شدنا بواط الحومه كامله يعني جانا الخوف والله العظيم جانا الخوف. كلشي كيشد بواط كلشي كي كان كيدخلنا الشك والله دخل عليهم من الرحمه والله الا عزو علينا بزاف. اصلا الموتى خرجوهم بجوج مع بعضياتهم شي كيقول عنده بنيته شي كيقول عندها كتخليه مع شي اختها ولا هادي الله اعلم ما عرفناش شني. وهاد الناس هادو عاد جاو جدادين ماشي زعما كنشوفوهم زعما مراه وراجل خارجين داخلين ناس مجوجين بدارهم. البارحة عزو علينا والله العظيم ناس جوج وحنا ما نعسناش زعما عزو علينا بزاف. اي والله الله يرحمهم الله يدخل عليهم الرحمه. عزو علينا بزاف اي والله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.